يا ربي من وين طلع لي هاد؟ ذبقني ذبحني تليفونات، شوفي كم مس كول وكم مسج. اوف مسألة ما عاد في مكان بالميموري كارد. الله يعينك، اقول لك ردي عليه وقولي له ان انت مستعده لكل طلباته، المهم يفكك. لا اصحك تردي ترجي انك مهزومه او مستسلمه او ضعيفه، اوعها لا تردي. طيب شو اعمل؟ خبر بابا؟ خبري الشرطه. انت مينونه تخبر الشرطه وهو قاعد يهددها؟ مينونه مينونه؟ لا ماني مينونه، نسيتي انه نحن بدبي بيراقبوه، بيراقبوا شغله تليفونه وبيلقطوه. نور ردي عليه. لا تردي عليه. نور هذا مينون يمكن يقتلنا كلنا. اوعك تردي عليه. انصحك تردين عليه. انصحكش ما تردين. خلاص انت وياها خلاص. حرد حافتح لكم سبيكر مشان تسمعوا. نور واخيرا رديتي، ليش هيك عم تتقلي علي؟ اسمعيني نديم، بترجاك انت تسمعني، بترجاك لازم هاي المهزله توقف. لك انا اللي بترجاكي وانا اللي ببوس ايديكي، هي مو اسمها مهزلة نور. أنا ما عم بقدر أتحكم بهوسي، أنا رح أموت عليكي، أنا رح أموت على ما أسمع صوتك. نديم أنت ما بتعرفني، يعني كل اللي بتعرفه هو صوتي ورقمي، يعني ماني فهمانة كيف شو حلك هيك تحبني وتدبقني؟ مين قال لك إنه ما بعرفك؟ بعرفك وحافظ طولك وعيونك وشعرك، حافظ كل شيء فيكي. نديم أنا مستعدة أعمل كل شي بدك إياه، أنا مستعدة أشتري لك كل سناجب الأرض كلها، بس الله يوفقك، الله يوفقك حل عني. نور حبيبتي أنا ما عاد مشكلتي بالسنجاب، والسنجاب ما عاد هو هوسي، هلأ هوسي واحدة اسمها نور. طيب طيب نديم أنا عندي فكرة. أخي قديش بدك لتحل عني؟ أنا مستعدة أدفع لك شو ما بدك. لك أنا بدفع لك اللي بدك يا، لأني أنا بحبك وبموت عليك وبدي أتجوزك. عفوا؟ إيه بدي أتجوزك. نديم يعني مجنون يحكي وعقل يسمع، أنا مخطوبة عم بقول لك مخطوبة، وأنت بتعرف الشي، كيف يعني بدي أتجوزك؟ بعرف إنك مخطوبة، وقلت لك بقتله لحسام وبخلص عليه وبتجوزك، عم تفهمي؟ لك انت واحد مجنون يا، حل عني يا ربي. عن جد مجنون وبده تكسير راس كمان. شو اعمل؟ شو اعمل؟ بوس ايدكم قولوا لي شو اعمل. رؤي انا بلاقي حل. نور الصراحه عقب اللي سمعته احس انه ضروري تخبرين الشرطه. هذيك زعلانه؟ عادي تعودت. ما حكيتوا مع بعض؟ بعت لي مسج اللي فيها انه مسافر. مسافر؟ هيك فجأة؟ لوين؟ ما بعرف.